ولذلك بعض الناس عنده امرأة جميلة جدا ساحرة بجمالها، لكنها مرض قلبه وهمه وغمه وقروح عينيه وبلاؤه ومرضه، ولا لا؟ ويسافر ويروح ويطلع يبغى يرتاح، والناس يغبطونه على جمالها، ماذا يقول؟ الله يرزقك واحدة مثلها عشان تخليك تشوف النجوم في الضحى. أين جمال صورتها؟ ما ينفع يا شيخ، يقول والله ما ينفع. وفلان ليس عنده تلك، عنده جمال عذوبة الروح وجمال الروح وتمام العقل وتمام الأخلاق، وهذا الذي يتجدد في المرأة. جمال الصورة ما يتجدد، المرأة غالبا لو تجددت تبقى أنها صورة غير ملفتة لأنها معها من 20 سنة. لكن ما الذي يتجدد في المرأة أو الرجل؟ جمال أخلاقه، عذوبة روحه، سمو أخلاقه،